الاسم مصري يا سادة مش مجرد اسم لبرنامجنا، الاسم مصري هو وسام شرف على جبين كل مصري. معانا النهارده نموذج للاسم مصري، هو المثل الأعلى والقدوة حينما نتحدث عن الإنسانية والوطنية والثقافة والرقي. فنحن في حضرة سيادة اللواء الوزير المحافظ طارق المهدي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي السابق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال وزير الإعلام عام 2011، محافظ الوادي الجديد ومحافظ البحر الأحمر، محافظ الأسكندرية، رئيس المنتدى المصري للإعلام. برحب بوجودك يا فندم. سيادة اللواء، في ظل وجود عدد من الهيئات اللي بتتولى الإعلام زي الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دور وزير الدولة للإعلام بدون حقيبة وزارية فين؟ بدون آلية تنفيذية؟ الحقيقة فكرة وجود وزير دولة بشكل عام دي فكرة مطبقة في الدنيا كلها، ان في وزير وفي وزير دولة. وزير دولة عشان الاستراتيجيات، واعتقد ان اكتر ما يحتاجه الاعلام دلوقتي ان يبقى ليه استراتيجيات وسياسة تحريرية واكواد قنوات واكواد موزعين، كل الاشياء اللي بتفرض نجاح لمنظومة الاعلام، على الاقل حتى في الاطار التنظيمي والهيكلي، المهنية والشفافية وساق الشرف، كل دي احتياجات، ويسبقهم طبعا كمنتدى مصر للإعلام الحقيقة أولا. طبيعة العلاقات بين وزير الدولة والإعلام والهيئات أعتقد أنها مش واضحة كفاية مين المسؤول عن إيه، ولا سيما أن وزير الإعلام أساسا كان مرتبط بهيئات كثيرة، يعني مرتبط بالإنتاج الإعلامي وصوت القاهرة والصوتيات والمرئيات وحتى قطاع الإنتاج النايسات، في ارتباطات كثيرة، كان هيئة الاستعلامات، في ارتباطات كثيرة بوزير الإعلام. لو أنت ما فكتيش الاشتباك ده أو حددت المسارات من القائم بهذه المهام دلوقتي، هتبقى الأمور مش واضحة وهتبدو للناس أنها في صراع، وهو مش صراع، هي الجوب ديسكريبشن يمكن أو طبيعة العلاقات اللي موجودة هي اللي مش باينه. طيب، على محمل ذكر المنتدى المصري للإعلام، المنتدى المصري للإعلام ابتدى بداية قوية جدا لدرجة ان البعض شبهه بوزارة إعلامية، فجأة اختفى عن الساحة. محتاجة اعرف من حضرتك ايه اسباب اختفائه وازاي نعيد هذا الكيان الوطني مرة تانية؟ الحقيقة اعتقد ان احنا تصدينا لموضوعات هامة طول الوقت، وكان المتحدثين فيها بشكل عام ذو رؤية، يعني ممكن يبقى كانوا موجودين معنا في المنتدى الإعلام أو المنتدى المصري للإعلام النهاردة، يمكن بعد 3-4 أيام وتكررت أكتر من مرة، كانوا يبقوا متحدثين رئيسيين في المؤتمرات الرئاسية، بمعنى أن الاختيار كان موفق هنا والاختيار موفق هنا، وهم ليهم رؤية طرحوها معنا وإنهم كرروا طرحها أمام الدولة. المنتدى المصري للإعلام كان بيدور على الحقيقة المهنية، لكن الحقيقة أولا، وبعدين حلل زي ما تحلل، ما تخلطش الخبر بالتحليل، الأسس الأخلاقية والقيمية للموضوع. يمكن جات ظروف الكورونا، ومش عذر كافي يعني، إنما جات ظروف الكورونا والكسل بيجيب كسل، لكن هنعود إن شاء الله بقوة كما كنا بادئين يعني. إن شاء الله يا فندم. حضرتك تعلم ان في ازمة ثقة بين المواطن البسيط وبين انجازات الدولة، بمعنى ليه المواطن مش قادر يصدق اللي الدولة بتعمله، وليه الاعلام مش قادر يوصل او يقوم بدوره كجهة اعلامية يوضح للمواطن الانجازات اللي بتحصل في الدولة. اعتقد ان مش مبذول مجهود كويس في طريقة صياغة الخطاب الاعلامي ولا السياسة التحريرية، وانت واخدها مباشرة بمفهوم ليس مفهوم اعلامي اللي بتقدر تناقش بيه والناس تشوف وتشاهد وتقيم، يمكن اقرب للاعلامي وبالتالي بيفقد مصداقيته. يبقى لازم ندور على استراتيجية الدولة لتسويق جهدها الحقيقي والضخم جدا والغير مسبوق، انه يوصل للناس. يعني السؤال ده في حد ذاته اللي حضرتك بتساليه سؤال يعتبر صعب جدا، بمعنى يعني كل اللي بيتم ده والناس مش عارفه تشوفه. لو السؤال ده حقيقي،
يبقى الناس القائمين على الاستراتيجيات الإعلامية والأشخاص المتحدثين، لأن برضو جزء من الموضوع أن اللي يكون بيعرض هذه الإنجازات يحمل مصداقية ما، يحمل ثقافة ما، يحمل مخزون معلوماتي وراه يوصل للناس الموضوع بشكل حقيقي. لكن أحياناً في ناس بتتفرج على الشخص وتبقى رفضاه من الاول فبترفض اشياء. يبقى احنا محتاجين المحتوى كونتنت والورق يبقى كويس، والذي يعرض هذا بيعرضه. ما يقال من القلب بيصل للقلب، بمعنى لما الواحد بيستوعب الموضوع وبيقوله بانتمائه ليه. خليني اقول حاجه جانبيه. أنا في 2014 عرضنا في مكتبة اسكندرية 2032. أنا لقيت أكثر المرتبطين باسكندرية وجدانية كان المكتب الألماني، يعني الراجل هيعرض بإيه؟ بالإنجليزي مش باللغتنا احنا العربية. ورغم ذلك قابلت إن هو اللي يقول، لأن أنا استشعرت في طريقته العرض كان بحكي موضوعه اسكندرية أكثر بكثير مننا اللي هنكلمها كأنها موضوع وظيفي وبعمله وبشتغل. أعتقد أن المتحدث عن الموضوع وانتمائه لي وإيمانه به وثقته بتصل للناس. وأنا يعني كنت باني دايما حتى فكرة القيادة عندي مبنية على ثقة الناس فيما أقول، وإنما اللي جوايا هو اللي طالع للآخرين، فهيصل. مجرد أن أنا هحاول اعمل له صياغات بلاغيه هتوصل الناس انها بلاغيه. اعتقد ان الاستراتيجيه الاعلاميه لتسويق منتج حقيقي وضخم جدا على الارض والاشخاص اللي بيقوموا بده محتاجه الفاترينا اللي هتعرضي فيها اللي هو البرنامج والشخص وهو محتاجه. حضرتك طبعا متاكد وبيتايدني في الراي ده انه الدوله بتقوم بمشروعات كبيره جدا يمكن الاعلام مش قادر يصدرها المواطن البسيط. اي حاجه محتاجه اعداد، محتاجه ورق، يعني زي الورق اللي حضرتك بس كده. اي حاجه في الدنيا محتاجه ورق. المواطن البسيط لما يكون لما الورق ده لما انت يعني بتقريه تكتبيه كمان لو انت اللي كاتباه بيصل، لان في جمل بسيطه جدا بتصل للناس لكل الناس. فالفاترينا لازم تبقى محل ثقه. يعني انت النهارده طول الوقت بتكسري في اعلاميين من خلال فيديوهات بتشرح هو كان بيقول ايه في سنة 52، خليني بعيد شوية، وبعدين في سنة 70، وبعدين في سنة 81، دي السنوات اللي اتغيرت فيها الدولة، وبعدين في 2011، وبعدين 2012، وبعدين 13، وبعدين النهاردة. نقل الصورة دي اللي بتحمل فيها نوع من عدم المصداقية والمبالغة في جميع الاحوال بتأثر سلبا، ناهيكي عن ان انا مقتنع ان في وسط هذا الجهد الضخم محتاجة تعملي خطاب اعلامي حقيقي مؤمنة به. يعني لما بتبقي مش مذاكرة، لما بتبقي عايشة الحدث بيطلع لك. يعني في كل المراحل واحنا بنعمل مصر بلال للوادي او البحر الاحمر او اسكندرية، فانت مشاركة فعالة في المصدر بلاد. فلما بتيجي تتكلمي الموضوع بيصل للناس ليه؟ لان انا عايشه. يعني الناس اللي شافت فصفات ابو طرطور بمفهوم ده مشروع فاشل ما كانش محتاج مني مجهود، ان انا امنت ان هو قابل للنجاح، وان فرصة لمصر وان مجمع الاسمدة الفصفاتية الكبير في الوادي الجديد شيء مهم. فوصل للناس بنفس المفهوم لدرجة ناس كتيرة قالت لك انت كنت يعني عامل مصر بلان كان المفروض تكمله. وده حقيقة، اي مكان بتعملي فيه تخطيط وتكملي نفس المفهوم، لو التخطيط ده موجود اللي هيتعرض على الشاشة بشكل متخصص. الناس النهاردة مراكز البحث ومراكز العصف الذهني، مراكز البحوث هي اللي بتقول هنعمل ايه، عشان يعني استراتيجيات الدفاع بتقول ايه؟ بتقولك ان احنا مش هنعرف انهم قاعدين في الاوضه دي، لا نعرف ان احنا هيفكروا ازاي لما نقول لهم على حاجه، ده بره ده في حريقه هيتصرفوا ازاي، ده الشيء الفلاني بيقع هيتصرفوا ازاي. فهو
ده الموضوع، انها ما تنفعش مش بلاغه ومش شطاره، لا لا، بناء على معطيات نهائيه انا عايزه اوصل للناس رساله ايه. وده بيتكرر بطريقه جوبلز اللي هي تقول لي ثلاث مرات، لا احنا مش محتاج جوبلز اقول ثلاث مرات، انا عندي منتج على الارض اقدر اطرحه بمفهومه اثنين وثلاثه وعشره، مش عشان اصوره، لا عشان الامل، لان احنا باحثين عن الامل، باحثين خصوصا بعد اكثر اشراف ازمه كورونا. يعني انا مدى تعجبي يا فندم انه ازاي احنا في ازمه كورونا او المرحله اللي فاتت من ازمه كورونا، ازاي احنا كدوله وكاعلام مش قادرين نقول للمواطن البسيط ان انت كنت الاول بتروح مسافه بعيده لمحافظه بعيده قبل انشاء الطرق، شبكه الطرق كنت بتستغرق وقت طويل بالثلاث ساعات، ست ساعات بقوا ثلاث ساعات. غلاء الاسعار، حضرتك تعي ده كويس انه في اي دوله بره مصر اضعاف اضعاف متضاعفه، احنا هنا الحمد لله ثلاث سنين ثابتين على اسعارنا في ظل ازمه الكورونا. ليه المواطن البسيط وليه الدوله كانجازات ما تحسش ان هي فعلا عملت حاجه وبتقدمها المواطن؟ لا بس يعني انا اولادي شايفين ده، يعني انا اولادي شايفين ان الطرق اولاد راجل قيادي شخصيا، لا ملهاش علاقه بالقياده، هم شافوها لان هم ما عندهمش اجنده مسبقه، مش كل الناس بتشوف، مش بتغيبي وعيهم، مش ما عندهمش استعداد انهم يبقوا متلقي بس، لا هم بيشوفوا. نقصد بس حضرتك المواطن البسيط، فهمت وجهه نظري حضرتك، فاحنا لازم الاعلام لازم يخدم. ومن هنا برجع لحاجه بسؤال مهم، لو حدثت كارثة إعلامية، حضرتك رجل إعلام ورجل دولة، من المسؤول أو من الهيد ماستر بتاعنا في اللي يتحمل المسؤولية أو اللي يرد؟ تبقى المشهد ده، هو طبعا أنت عندك بقى متحدث إعلامي في كل وزارة، تمام، لكن أنا مقتنع على المستوى الشخصي، أنا جبت ده أيام الوحات، جاوبته مع ريهام السهلي، أستاذ ريهام، أيام حادثة الوحات، قلت إن إحنا محتاجين مركز عمليات مشترك إعلامي عشان كله يضيف فيه المعلومة اللي عنده عشان سرعة التلبية. اعتقد ان من بعديها كان فيه سرعة تلبية لان حدث الوحات كانت حادثة نموذجية، ولو ده اتعمل على المستوى الشخصي، يعني انا على المستوى الشخصي ما مرضتش ارد، لكن على مستوى الدولة انت مضطرة تردي. اعتقد التنسيق بين الناس من خلال مركز عمليات اعلامية هيكون مفيد جدا في هذا الحدث، و احيانا بتبقى محتاجه سرعه الخبر، طبعا ده مهم جدا. يعني كان في مره حصل حاجه عند السفاره الايطاليه، اتنقل عن يعني التلفزيون المصري نقل عن القنوات الاجنبيه، قنوات اجنبيه ايه ده، الراجل اللي هينزل برجليها يجيب الحاجه، فانا اقصد الاحتياج ده مطلوب يعني. طيب مسبيرو صرح كبير، مسبيرو العملاق النائم، تاريخ طويل، استاذ عالميين كبار اتعلمنا منهم وبنتعلم، فين هو دلوقتي؟ مسبيرو اولا برضو عشان نبقى اضافه، امن قومي، ده يعني ايمانا مش جمل تقليديه، فكره صناعه الوعي، او مش صناعه الوعي بس، عدم السماح بتزييف الوعي، ده دور مسبيرو، عنده امكانيات هائله من الكوادر والمعدات والبشر وقابله للتطوير، عنده امكانيات تستطيع انك تكملي بيها المسيره، كل اللي اشتغلوا في القنوات الخاصه خارجين من مسبيرو، لكن لما تبقى انت حاطه له زي ما قلت سياسه تحريريه واسس وجواه الناس بتتحرك والهياكل بتاعتها تسمح بتقييم ما تم عرضه بالشكل اللي يخلي ايه الناس تحاسب على اخطائها المهنيه مش على اخطار، وبالتالي يبقى عندهم حريه الحركه انهم يتكلموا. لكن لما انت كمذيع او انت كمعد او انت كمسؤول مقيد نفسك في اشياء قد تضر، واخد بالك، حفاظا على كرسي، ممكن يبقى ده الموقف. تعتقد حضرتك ان المنابر جزء من اعلام الدوله؟ بالتاكيد هي بتتم كده، لانها انت عندك اجتماع لناس كتيره ممكن ما تبقاش فاضيه تتواجد على راديو او على تلفزيون، انما بتوصل رسائل، يبقى باقي ايه؟ ان الرسائل تبقى مفيش حد مش ذكي، يعني الذكاء يعني مفيش حد، انت مش اذكى من اي حد،
طبعا برضو مش هتقدري كل اللي بيتكلموا دول تحافظي على انهم وتيرتهم منطقية يعني، انما اكيد ليها دور، وليها دور لان منظومة القيم اللي احنا كنا بنراعي فيها بعض، واللي احنا ما بنشهرش بعض، واللي هي لا تصنع الفرقة والكراهية، وفكرة الكراهية صناعتها سواء في وسيلة إعلامية أو على منبر شيء سيء. خلينا على الأقل المنابر تحافظ والكنائس تحافظ على المجتمع الموحد الغير منقسم، اللي ما بيش بحث عن الكراهية، اللي مش بحث على نقاط الخلاف، اللي مش بحث على المشاكل التي تصنع مجتمع ممزق. أو بصي الاستقواء وفكرة الاستعلاء وفكرة السيطرة بتصنع قبيلة، بتصنع مملكة، مش بتصنع أمة. أمة لما احنا كلنا نبقى أيا كانت المستويات المالية والثقافية، لكن نبقى عارفين ان احنا بنتعايش مع بعض، وان احنا كلنا بنكمل بعض، ابتداء من الراجل اللي بينظف الشارع لغاية الراجل اللي واقف في أي مكان. بمناسبة كلام سعادتك على الانتماء الوطني واننا نكمل بعض، الجيش المصري هو أصبح حائط السد لكل الدول العربية. إزاي نخلي المواطن المصري يساند الجيش المصري وما يكونش عيب عليه؟ وحضرتك بتعلم عيب عليه بمعنى الأقاويل اللي بتتقال على الجيش والدولة، وطيارات بتتشرى بفلوسنا. أنا شخصيا أنا مستغرب اللي بتقولي لي مرات تشترى بفلوس مين. بص يا فندم، أنا عندي قناعة إن لما الدولة تشتري طيارات لصالحنا إحنا وحماية لنا ولوطننا إحنا، ما عنديش أي أزمة. لكن أفضل بكتير من إن يتقال إن الفلوس بتاعتنا مسروقة وبتبنى بيها قصور. نوعي شبابنا إزاي؟ لا، هو هنا البحث عن الفرقة، بمعنى كلمة أنا مش موافق على كلمة أصبح الجيش المصري، هو طول عمره كده. يعني مع الزمن تلاقي مواقف في 56 مع العراق مع الكويت مع سوريا. لا ده 56 ده مش كده. احنا يعني مع كم دولة وقفنا معاهم؟ ده من 56 بقى وانت جاية واخدة بالك. فالفكرة بتاعت حتى جماعة الدول العربية، حتى فنقصد الجيش المصري طول الوقت وتدخيمة طول الوقت من ده من عامل الفراعنة. انت نظمت الري على النيل، واضطريت تحط عليه جيش عشان يحمي الاماكن الري. فالجيش المصري في العقل الجمعي المصري حامي الدولة وحامي مؤسساتها، والأمة العربية اعتقد بتتعامل معاه بنفس المفهوم، وما نفقدش كلمة الأمة العربية ونقول هي ما بقتش موجودة. ان شاء الله اصرارنا على ان احنا ما نفقدش اشياء طيبة. دي حقيقة. حروب السوشيال ميديا وال5G ووسعت الفجوة بشدة بين المواطن المصري وبين الدرع اللي بيحميه. حضرتك تعليقك ايه على جايز الناس اللي بتعمل معايا ما بتبقاش بهذا الوضوح اللي حضرتك بتقوليه، باعتباري ضابط جيش سابق يعني. لا ما حسيتهاش ان في الفجوه، او ما حدش هيقدر يلعب فيها. حتى لو بيلعب فيها في هذه العلاقه، اصلها علاقه ايه؟ ومين الجيش المصري؟ الجيش المصري ده انا وانتي والعماره دي والبيت ده، هو احنا قبيله في جوه الجيش؟ هو احنا فئة؟ هو احنا عيلة؟ احنا كلنا يعني انا اقصد من كل شرائح المجتمع وكل مواصفاته، والتجنيد عندك اجباري، فكله بيخش الجيش. بالعكس الانتظام اللي بيتم والانتماء اللي بيتم بدخول القوات المسلحة بيحافظ على ده. لكن اتمنى انه ما يكونش يعني ان في فجوة او في حد بيلعب فيها، وده برضو جزء من دور الإعلام لو حد بيلعب. طيب حضرتك تقدر تقولي مصر محتاجة لأشخاص مخلصة ولا إعادة هيكلة حقيقية؟ بصي كل الموضوعات مطروحة، بمعنى أكيد في ناس مخلصين وكتير والأكثر، بس هو عادة احنا بنشوف الأقل جودة. لكن بشكل عام العالم بيحتاج قادة أكثر بكثير من اللي متوفرين في مصر أو في أي حتة. فالأفضل ان احنا
نبحث عن الناس دي مش نهدها، لان التعبير حافظوا على اسودكم عشان كلاب اعدائكم ما تحكمكوش ما تاكلوكوش، يعني واخد بالك؟ ودول اسودكم هنا بمفهوم اللي هو القيمة العلمية، القيمة الثقافية، القيمة العسكرية، يعني كل القيم كل القيم اللي موجودة انت محتاجة تحافظي عليها عشان الدنيا تكمل معك. صح. هيكلة طبعا التطوير مطلوب، ويمكن الميكنة وما شابه بتحل، لكن الهيكل الأساسية صحيح. لما نقلبها مميكنة هيبقى ميزة، اللي هو ديجيتاليزيشن او ديجيتاليزيشن، الكلمتين صح. انما الاثنين مطلوبين، البحث عن ونعد عليهم بالنواجذ المميزين لإدارة العمل والهياكل اللي هم نسكنهم فيها عشان يكملوا الشغل. لو حبيت معاليك تكلمني عن المستقبل، تقدر تديني خريطة إعلامية او نظرة فيها خبرة سواء في المجال العسكري او في الاعلام او في السياسه، تقول لي؟ القصه بسيطه. انا اتكلمت في المنتدى المصري في جزء زي ده، قلت لما قلنا 20-30 20-30 ليها صياغه اعلاميه في كل الاماكن، في الري، في الزراعه، في الصناعه، في كل حاجه. هل احنا عملنا الخطط الاعلاميه دي اللي تتواكب، مش الجزئيه؟ يعني ما ناخدش حدث بعينه، ده انا بفتتح الكوبري ده او بفتتح الطريق ده او بفتتح المصنع ده، لا ده جوه استراتيجية واضحة اعلامية تتواكب مع استراتيجية 20-30. اعتقد دي انا اتقال لي ان وزارة التخطيط بعد كده عملت حاجة كده، انما يعني بتهيألي مش بالشكل الكافي اللي يتواكب مع الجهد اللي بيتم على الارض والنجاحات الموجودة على الارض. آخر سؤال في الجزء الأول من حلقتنا، حضرتك رجل إعلام، رجل دولة، شخصية قيادية، عندك فكر، تمتلك فكر وثقافة، شايف حضرتك أن النماذج الإعلامية الموجودة حاليا في الفترة دي كفيلة أنها تتصدى للمرحلة اللي احنا فيها واللي جاية؟ لا، عايزة دعم، عايزة دعم من دماء جديدة، شباب جداد، مش تكرار، مش كوبي بيست، يعني خلي الموجودين موجودين زي ما هم بمواصفاتهم، و نبحث في إطار الاستراتيجية الإعلامية على جانب آخر مكمل لهذه الرؤية. يعني ده بيؤدي بطريقة معينة وبأداء معين وبورق معين وبرؤية معينة، وجداد يعني ما نقول شباب هنا يبقى نقصد إيه؟ مش بنكرر، مش بنستنسخ واحد بس على سنه صغير، لا، بنستنسخ صاحب فكر جديد عشان يتكاملوا مع بعض. اعتقد ان ده وبيتماشى مع الشباب القادمين، يعني وكمان ما يبقاش جاي بمفاهيم حقيقيه، مش واحد برضو مش تكرار. مع الوزير النهارده في حلقتنا يهمني قوي، يعني قبل كل الاسئله سالناها دي، ان انا ابرز الجانب الانساني من معاليك. بمعنى حضرتك بتمتلك شعبية جماهيرية ممتازة، وحضرتك رجل دولة وصاحب فكر وصاحب عزيمة وإرادة، أكيد في رسائل كتيرة واجهتها لشبابنا، لكن محتاجة في محطات حضرتك ومع رحلة كفاحك وتاريخك المجيد ناخد 3-4 محطات. كتير من المشاهدين يمكن محتاج إن هو أو متشوق أن يعرف سيادة لواء طارق المهدي الإنسان. هنتكلم في أول محطة عن الجندي، طارق المهدي الجندي، أو قبل المناصب اللي حضرتك تطرقت ليها. فكرة الرجولة، والرجولة دي تنطبق على الستات والرجال، إن الواحد تعامل مع قادة في الأول تحملوا المسؤولية. النموذج بتاع دامين الغلطان ده، الجدع اللي هناك ده، وواضح من إنسانية حضرتك إن أنت حتى في التعبير قلته، يعني الرجولة بتنطبق على الرجال وعلى السيدات. تحية كبيرة لسعادتك بجد. لا أصل دي أخلاق بالظبط، بمعنى انك شفت النموذج القائد اللي قادر يشيل، مش بيرمي على نفسه. شفت القائد اللي معاه اسم العسكري والضابط اللي بيشتغلوا معاه وتواريخ ميلادهم ومدارسهم ايه ومشاكلهم الصحيه ايه ومشاكلهم الحياتيه ايه وهكذا، ده موجوده معاكي في الاجنده. انا شفت العربيه الزل اللي عطلت لما السواق بتاعها خرج من الجيش، لما رجعت اشتغلت.
طبعا رمضان كله بدأنا من وقائد لواء لغاية ما خلصت كنت بفطر مع الجنود في ميز الجنود أنا وكل الضباط. لكن بشكل عام قبل التسجيل حضرتك قلت لي انك بتساعد بتجيب اكل من بيتك وانت جاي بتسيبه للعشاء. لا كان بس عشان لا من بيتي ده جزء, لكن الاصل في الموضوع من الوحده, لان الوحده الاساسيه او المعسكر الرئيسي بتاع خط الفرقه يعني امكانياته المطابقه بتاعته زي الفنادق 5 نجوم. فبنعمل حاجه فبروح اسيبها لهم وبفطر في نقط يعني في نقط منعزله كده فيها 7-8 عساكر هم بيخبزوا وهم بيطبخوا, فبقعد اكل معاهم من خبزهم وطبخهم واسيب لهم الاكل اللي احنا عاملينه. طول بقى ما انا ماشي نقط الحصار خصوصا ولادنا اللي كانوا موجودين في سيناء بتبقى حاله بالنسبه لهم تناغم والنسيج الوطني والارتباط, وده جميل انك تكون ثقه اكتر. وانا قائد فرقه غدا قلت له احنا في المدينه الفاضله انت بتسالي الناس عايزه حاجه ما بيجاوبوا يعني مش طالبين, واخد بالك؟ فده شيء الاتصال بالجندي والضابط هو ده اللي باقي. ويمكن برضو قلت لحضرتك ان انا اول ما رحت التلفزيون ودي مسجله قلت لهم انا عاده الناس ظباطي بتثق فيا هي وعساكري, ان انا قلت لهم انزلوا النيل اللي قدامكم ده ينزل ثقه في ان قرارك في القائد بتاعك. دي انسانيه المصري ودي انسانيه الجيش المصري, واحنا دايما في كل حلقاتنا معليك بنتكلم عن انسانيه الجيش المصري. هاخد حضرتك لمرحله تانية في حياتك وهي مرحله رجل الاعلام. حضرتك كنت وزير اعلام وتصديت لاكبر او اكتر مرحله كان يدق فيها ناقوس الخطر مسبيرو. حضرتك كلمني عن الواقع هذه. خليني اقول ان نصيحه الله يرحمه الدكتور عبد القادر حاتم لما وصلت التلفزيون هو استشعر في قدره معينه الله يرحمه وبشكره عليها يعني, فقال لي جمله لازالت بترن في ودني ولازالت صالحه لكل الاجيال. الدكتور عبد القادر حاتم رئيس الوزراء وكان مهندس نظريه الخداع الاستراتيجي في الحرب, ده الضباط راحت تحج, ده الناس راحت ليبيا يعني. وكان الله يرحمه لما قابلته عنده 94 سنه ذاكره حديديه تفوق اللي احنا فيه ده. فقال لي احنا كسبنا حرب 73 لما المصريين نقلوا على التلفزيون والاذاعه المصريه ولغوا مونتو كارلو والبي بي سي. ده كان رئيسي بالنسبة لي طول ما أنا موجود في التلفزيون, أنا عايزهم ينقلوا من إذاعات معادية لينا. عشان ينقلوا من إذاعات معادية يبقى لازم يستشعروا الصدق اللي عندي واللي عند الآخرين, وبالتالي الناس اللي كانت شغالة معايا ما فيش حد قلت له كلام يعني ما قلتش كلام في قاعة وخدته على جنب وقلت له بس اعمل وسوي كده, لا ما حصلش يعني فكرة التلقين وبالتالي التلقين السري يعني. وبالتالي في بعد ما وصلت اعتقد الاسبوع الثاني زعت من كل ميادين مصر وكان ما عندناش حتى الامكانيات الفنيه, ونزلت مذيعين كبار مش مراسلين ناقشوا الناس. قصه بسيطه جدا, احنا ما عندناش حاجه نخبيها, احنا اللي كسبنا. طب هل الناس نقلت على التلفزيون المصري ساعتها؟ لان اولادنا في التلفزيون قالوا لي احنا تعبنا بننهك فريحنا شوية من الإذاعات المستمرة دي. فنزلت أغنية أم كلثوم مصر التي في خاطري, وأغنية مؤثرة علي أنا شخصيا. فجت لنا تلفونات كثيرة وانتوا رجعتوا تاني يعني الناس شايفانا, فلما نزلنا الأغنية وأغنية وطنية بامتياز اعتبرونا. وده يمكن نموذج اللي هو فكرة الإعلان والإعلام. لما أنا كنت بزيع لناس بتقول كلام روتيني خالص وعادي ومتكرر خلاص الناس بتقول ايه وانتوا سامعين, وانت مواطن يا مصري عندك من الوعي الكافي انك توصل. في وجهة نظري انا كهدير كمواطنة مصرية حضرتك اللي عملته ان انت احتضنت غضب مسبيرو وحولته لفرحة, حولته لنغم او تناغم بين الموجودين وبين حضرتك. الحمد لله. والحقيقة مشكورك طبعا على ده. طيب معي الوزير, هاخدك لنقطة تالتة او محطة تالتة. المحافظ طارق المهدي المحافظ, كلمني حاجه عن مرحله كان احنا في ظروف كان فيها استقرار وطن يعني حتى كنت بقول اللي مش قد المسؤوليه يمكن, بمعنى انت ليك دور رئيسي في استقرار الوطن, في تشكيك في كل مؤسسات الدوله في الداخليه في الجيش في كل الناس,
فما تصدرهمش، ما تستخباش وراهم وتصدرهم. وده السبب الرئيسي اللي تتم على مرحلتين، ان انا كنت بنزل دايما موجود في وسط الناس، ما عنديش حاجه اخبيها، انا بعمل لمصلحتكم في ثلاث محافظات، وانا بحكي على 11 و12 و13 و14 و15 و13 دي كانت في اسكندريه بما يحملها ان انا ضابط واسكندريه ليها توجهات واخد بالك، ورغم ذلك ما كانش معايا حرس خالص ومحدش قال يخص عليك، هم صدقوا ان انا قاصد ان انا اعمل شغل لصالح البلد ولصالح الناس، وتواجدت في اماكن بالتفكير الحقيقي ايه اللي جابهولي. مع اسكندريه انا رايح شهر 8 في 9 10 نهايه 8 كنا عندنا مهرجان سينما، كان عندنا ماجدة الرومي، كان عندنا محمد منير، ما حصلش حاجه. لو كان حصل حاجه كنت ألترس الاهلي والزمالك في شهر 7 2013، انا مدخلهم الماتش في الجونه. وقع مميزه لحضرتك، اخذت السلم من الألترس. قلت له يا ابني احنا جايين، كان ألترس احنا يا ابني جايين نتفرج على الماتش ولا نبوظه؟ اديني السلم ادهوني، يعني انا اقصد القصه بهذه البساطة. صحيح. فاخد بالك انك رايح عليهم، يعني اللي هيضربك بنبلة بزلطة هيموتك، مش هيعورك. صحيح. واخد بالك، ورغم ذلك فكرة انك موجودة قريب لناسك، ده اللي اتكرر مع الأباطة طفيح اللي ما حدفوش طوبة على التلفزيون واحنا موجودين، هو ده اللي اتكرر في الوادي الجديد بشكله. انت هتلاقي لي مؤتمرات كثيرة تحت النخل وجنب اللي مش عارف ايه وحاجات لطيفة كده. البحر الاحمر كان لسه فيه ماتشين ناس ماتوا فيهم في بورسعيد وهنا في القاهره، فان احنا ندخل الجمهور ده اجراء طبيعي، لازم نتحمل مسؤوليته، وبالتالي انت ما سمعتيش عن الماتش. النماذج اللي انا حكيتها مقارنه باسكندريه، مهرجان السينما ومهرجان الاغنيه وماجدة الرومي بتغني في المكتبه لوحدها ومحمد منير بيغني مع احترامي لكل الاسماء في المكتبه لوحدها، وكانت الرساله اللي انا بقولها دايما في خطبتي، احنا مش هنعيش في الحفر، احنا هنكمل الحياه. لحظات كانت صعبه، محتاجه ايمان بالوطن، محتاجه استقرار الوطن، وده اللي احنا عملناه. ناخد حضرتك لمرحله جديده، محطه طارق المهدي السياسي. انا اول ما خرجت من هو سياسي دي، طبعا احنا متربين كلنا بتوع المنظمه عبر الزمن، واحنا كنا فتره تخوض، يعني احنا عيال صغيرة لما المومبا بقى طلعنا مظاهرة، لما عباس العقاد توفاه الله، احنا فين مين عباس العقاد؟ كنا عيال صغيرة قوي يعني، وغدالك يعني هي ليها حصة لطيفة، يعني عباس العقاد لازم نسقفه طلع نوات يعني. فالقضية ايه؟ ان احنا كنا مشاركين في كل احداث فيلم اجازه نص السنه، اول مره فرقه اسمها رضا تخش ومش عارف ايه كده، المدرسه كانت بتروح المدرسه كانت بتروح عشان ترسخ مفهوم تاني، انا عايز اقول مفهوم الشامل للعمل. فاحنا اتربينا كده، لكن كان بيجي لي كوابيس، انا عايش حلم الوطن، فانا طالب في ثانوي بيجي لي كوابيس ان انا بجري واقف حفره، يعني عايش حلم الوطن. فالضربه كلنا لما دخلنا القوات المسلحة دخلنا عشان نبقى وقود معركة. وقود معركة يعني لما تقوم الحرب ان يبقى هم دول بيستخدمون وانا قلت كده في التحرير، قلت احنا كنا وقود معركة، يعني نموت او نستشهد ملازم او النقيب، بقينا يعني وصلنا رتبة لواء، فده كرم ربنا. فبشكل عام انتي متربية سياسيا وعايشة في خضم تفهم سياسة لكن ما بتمارسهاش كجيش. لما طلعنا برا كان اول نية لممارسة سياسية كان يبقى في 2015 مع مجلس النواب، انا اللي رفضت اخرج من تنفيذي لتشريعي من مفهوم قيمي، يعني ما يبقاش انا هنا فانتخبوني هنا، لا شكلها وحش مرضتش. طب جينا في 2010 وعملنا التيار الوطني المصري، طب انا لو كنت موافق كنت دخلت في الشيوخ، لا انا ما دخلتش في الشيوخ، انا دخلت بعد الشيوخ لان الشيوخ نقلت احساس بالالم في الشارع وحديث غاضب، وانا كنت بحاول اثبت للناس ان انا اثق في الدوله وفي السيد رئيس الجمهوريه، وانه لما قال ان انا على مسافه واحده من كل الناس ادي احنا اهو
طرحنا نفسنا، وانا ابن الدولة وضابط جيش وابن المؤسسة العسكرية، طرحنا نفسنا كتيار وطني عشان نكمل العمل، واحنا بنطرح نفسنا كتيار وطني الدولة سابتنا نكمل شغلنا ونعمل قوائم، وكان الاقبال علينا في 15 يوم قدرنا نعمل 4 قوائم، يعني انا بعتبره على المستوى الشخصي انتصار وانجاز. وفي الفتره دي كمان ما كانش عندنا وقت نقول هو مين حلو ومين وحش، ودي نظريه جديده في الشغل، واعتمدت على ان الفلتر بعد كده هيبقى فلتر عالي في الداخليه، بمعنى ان لما الاسماء هتروح هيفلتروا مين فينا كويس ولا ما ينفعش يعني. الاجراءات اللي مشيت والطعن والطعن، انما في الاخر استطعنا نعمل هذا الجهد. طيب اسمح لي باخر سؤال لحضرتك، مصر منتظره ايه من المنتدى المصري للاعلام بمناسبه ان حضرتك رئيس المنتدى المصري؟ اعتقد ان احنا لينا دور رئيسي في ترسيخ مفاهيم الحقيقه اولا، ثم عدم خلط الخبر بالتحليل، تقنين، واحنا بعتنا ميثاق الشرف المهنيه، المحافظة على وعي الناس، طرح القضايا الرئيسية، إيجاد خطاب إعلامي البرة، إيجاد استراتيجية إعلامية 2030، كل ده مطلوب يعني. إن شاء الله، إن شاء الله. يعني أنا شايفة أن حضرتك النموذج المحتذى به، نموذج شرف بجد المصريين، وزي ما قلت في المقدمة حضرتك النموذج للإسم مصري. شكرا سيادة اللواء لوجود حضرتك معنا النهاردة، وكل الشكر كل التحية لإنسانيتك وللقيمة الإعلامية اللي احنا اكتسبناها من حضرتك. ربنا يبارك. شكرا لسيادة اللواء الوزير المحافظ طارق المهدي، رئيس أركان قوات الدفاع الجوي السابق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال وزير الإعلام لعام 2011، محافظ الوادي الجديد، محافظ البحر الأحمر، محافظ الأسكندرية، رئيس المنتدى المصري للإعلام. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، أشوفكم على خير إن شاء الله، حلقة جديدة من حلقات الاسم المصري. إلى اللقاء.